أربع شلاشين. رجعنا لكم مرة تانية ونتكلم شوية في الرياضة وفي الدايت الصح، وليه الدايت ما بيأثرش في بعض الناس، مش كل الناس، بعض الناس. وكابتن مؤمن ماهر مشرفنا ومنورنا كالعادة. أهلا أهلا يا شريف، أنت جميل حبيبي يا شريف. هو أستاذ عبد الرحمن قاعد فوق ليه؟ عبد الرحمن قاعد فوق تقريبا في بلكونة الست فوق بينشف. هو عمال على روحه ولا إيه؟ تحب تنشر؟ اوعى حاجه تقع على نفوخنا. ايوه دي بلكونه ست سعاد، انت حر لو تعرف ان انت قاعد في بلكونتها. لما هنعوزك هنقول لك انزل العب تمارين، ما تنطش انزل على السلم. اوعى تنطش انزل على السلم، باركور مجنون. اسباب فشل الرجيم، اسباب فشل الرجيم تحديدا، اسباب فشل الرجيم القاسي. القاسي لان مش كل الرجيم واحد. في رجيم اللي هو اللي سميناه البالانس دايت قبل كده، اللي هو الدايت المعتدل تمام، او الدايت القاسي جدا. الدايت القاسي جدا ده بيفرق في ايه سريعا كده عن الدايت المعتدل؟ الدايت المعتدل زي ما قلت كتير اللي بيبقى فيه متوازن في السعرات الحراريه، متوازن في الكربوهيدرات، في الدهون، في البروتين، فدايت اي حد يقدر يمشي عليه، لايف ستايل او نظام حياه. في بقى انظمه الدايت القاسيه اللي دايما نلاقي الشخص بياكل سعرات حراريه قليله جدا، وماكل في يوم خياره ومعلقتين فول وربع فرخه والباقي كله مثلا ميه بقى او ايا كان. اوكي. انظمه الدايت القاسيه دي للاسف الناس بتمشي عليها يا شريف عن جهل شويه بقواعد الدايت. يقول لك اصل انا عايز اخس بسرعه فانا همنع اكل خالص. فانا عندي فرح كمان 10 ايام وعايز اخس 50 كيلو. ده رجاله وستات. ما بتفرقش. والله في اطفال كمان بيمشوا عليه. Yeah. ودي بشوفها دي تبقى كارثه. اوكي. طيب. ليه بقى بيعجبني قوي دايما وانت بتتكلم انك بتذكر الاطفال؟ اصل هم يعني الاطفال هم بدايه السلسله اصلا. صح. يعني لو الطفل بدا متعود انه يلعب رياضه هيكبر هيبقى شاب بيلعب رياضه، هيبقى كهل بيلعب رياضه، رجل عجوز بيلعب رياضه، فهو بدايه الحلقه. صح. عشان كده دايما بحب اهتم بيهم. اوكي. طيب ليه بقى تحديدا انظمه الدايت القاسيه دي بتفشل دونا عن باقي الدايت الثاني او الدايت المعتدل؟ طيب اول حاجه الدايت القاسي بيقلل من معدلات الايض او معدلات الحرق. ميتابوليزم هو الايض. ايه الايض ده؟ الحرق. بس هي كلمه علم يعني لغه عربيه علميه يعني. تمام. بيقلل جدا من معدلات الحرق. فالشخص هدفه اصلا بيعمل دايت عشان يحرق كتير، فمع الوقت لما بيمشي على انظمه الدايت دي اللي هو طول اليوم ما بياكلش حاجه تقريبا، مع الوقت بيحصل العكس، بدل ما بيحرق كتير فجأة بيلاقي ان معدل الحرق عنده قل جدا. فده اول سبب لفشل الدايت القاسي. الحاجة التانية كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها عن الغدة الدرقية. صح كده؟ قلنا ان الغدة الدرقية مسؤولة بشكل كبير عن الحرق. انظمة الدايت دي بتقلل جدا من انتاج وافراز هرمونات الغدة الدرقية، فبالتالي بدل ما تبقى انت عايز تخس ممكن تتخن او ممكن وزنك يثبت. فالدايت ده بيسبب المشكله دي بشكل غير مباشر. الحاجه الثالثه انظمه الدايت القاسيه بتساعد جسمك او بتحفز جسمك ان هو يحتفظ بالدهون مش يحرقها. لان كل ما بتاكل كميات قليله الجسم بيبدا يعني يترجم ده لان انت في مرحله مجاعه، انت معرض انك تموت، لان فيحصل ايه يعني؟ فجسمك بيبدا يحافظ على الدهون عشان يعيش. شوف الجسم ذكي ازاي. الجسم ذكي جدا، لازم نضحك عليه جدا. عشان كده الناس اللي بتمشي على دايت فقير جدا فتره طويله لازم كل فتره يخلي يوم بياكل فيه كميات كبيره من الكربوهيدرات او حتى يتشيت فيه ياكل فيه براحته. تمام. دي الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه انظمه الدايت دي بتبقى صعبه جدا جدا يشوف الناس تلتزم بيها، فبدل ما كان الهدف ان انا امشي على دايت فتره طويله، لا انا مش قادر، انا باكلش تقريبا. دي حاجه تجيب اكتئاب. دي نقطه ثانيه هتكلم فيها اصلا. فمستحيل انك تمشي على الدايت ده فتره طويله، هتبوظ. فالهدف من الدايت ان انا امشي على دايت يناسبني فتره طويله. صح. مش ان انا امشي على دايت ينزلني 10 كيلو في يومين وبعدين ابوظه. حاجه اللي انت لسه قايلها يا شريف، اكتئاب وضعف عام. انظمه الدايت دي من اكتر المسببات للاكتئاب، والناس ما تبقاش عارفه ايه السبب. انا عامل دايت، طب ليه مكتئب؟ ليه نفسيتي وحشه؟ ليه عندي خمول وضعف عام؟ ما هو بسبب الدايت ده، ان هو اصلا انت بتبدا تلعب على هرمونات او كيمياء المخ. فالاكتئاب
مش مجرد بس حاجه نفسيه، هي كمان حاجه عضويه، ان انت بتلعب في كيمياء المخ بتاعتك فبيسبب لك اكتئاب وضعف عام بقى، مش قادر تمشي، مش قادر تاكل، مش قادر حتى تتحرك، فدي كارثه كبيره جدا. اوكي. الحاجه الثانيه انظمه الدايت دي على قد ما هي، هي بسميها انظمه خادعه شويه. على قد ما هي ممكن تنزلك في وزن بسرعه جدا، بتخليك ترجع في الوزن بنفس السرعه. ليه بقى يا شريف؟ دايما بنلاقي مثلا شخصين كان وزنهم مثلا 100 كيلو، شخص الاول بقى وزنه 60 كيلو والشخص الثاني بقى وزنه 60 كيلو، طب بس ده شكله حلو وده لا. ايه الفكره بقى؟ الفكره ان الشخص الاول كان ماشي على نظام دايت معتدل، فكان بيخس دهون ومحافظ على العضلات او بيزودها. الشخص الثاني كان ماشي على نظام دايت قاسي زي اللي انا بتكلم عنه النهارده، فبيخس عضلات وبيحافظ على الدهون. أوكي. فبالتالي شكله ما بيبقاش كويس. الشخص الاول صعب انه يرجع في الوزن لان هو خلاص فقد الدهون دي. انما الشخص الثاني هو فقد عضلات، وهو ده اللي احنا مش عايزينه، وحافظ على الدهون، فسهل جدا انه مع اول يعني يبوظ شهر او حتى اسبوع والتاني فجاه تلاقي وزنه رجع تاني. أوكي. وده المنتشر قوي والشائع قوي. أوكي. الحاجه الاخيره بقى ان انظمه الدايت دي بتساعد جسمك انه يفقد العضلات بسرعه رهيبه. وممكن السيدات يبداوا يقولوا طب انا اصلا محتاجه العضلات في ايه؟ انا مش محتاجه عضلات، انا عايزه بس اخس وزن. الناس فاهمه القصه دي غلط جدا. عشان الجسم يبقى متناسق ورياضي او حتى شكله كويس، المكون الاساسي لده هو العضلات. فان انت عايزه تخسي مش مهم، يعني مش الفكره انك تخسي وخلاص، لا لازم تحافظي على العضلات وتفقدي دهون. صح. فده عيب خطير من عيوب الدايت القاسي. وانا بشوف ان الدايت او عشان الواحد يخس لازم ياخد شهور علشان تبقى صحته كويسه. بالظبط. يعني ما ينفعش حد يقول انا ايه ناوي اخس 50 كيلو في شهرين ثلاثه. بيجي لي كتير قوي، انا عايز اخس 50 كيلو في ثلاث اسابيع. لا 50 كيلو دي عايزه سنه بجد. بالظبط. عايزه سنه. تعرف ان المعدل الصحي للخسسان كل اسبوع من كيلو الماكسيمم 2 كيلو. طب عايز اسالك حاجه، عشان الواحد يزيد 50 كيلو بيقعد قد ايه؟ تقريبا. طيب انا هقول لك، انك تزيد كيلو او تخس كيلو مطلوب منك انك تحرق او تستهلك 7000 سعر حراري. يعني كل كيلو ب 7000 زياده او نقص. زياده او نقص. برافو عليك. فهي هي 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 بس سواء مثلا يعني انت لو قعدت لو الواحد تخن في سنه لازم يخسهم في سنه. يخسهم يعني تقريبا ده عشان يبقى، لان هو بيعمل دايت لازم بيلعب رياضه ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا. بالزبط. يعني كذا حاجه بالظبط. فاللي انت شايف النقطه اللي انت ذكرتها دلوقتي، الناس ما بتفهمهاش قوي. انا عايز اخس 30 كيلو في اسبوع، طب ازاي؟ هتجيبها ازاي اصلا؟ طب مش كويس، وهينزل ميه كمان جسمه كتير. هينزل ميه وهيفقد عضلات اكتر من الدهون. طيب اكتر بكتير. في حاجه ثانيه هنقولها؟ لا تقريبا دي كلها. انت النهارده هتلعب بنفسك. انا النهارده هلعب بنفسي. كابتن مؤمن ماهر مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني عبد الرحمن الجيش. كابتن مؤمن النهارده يعني هينورنا بالتمارين. نط يا ابوي. لا تنط ايه؟ ده انت إيه؟ الباشا بتاعنا هيتمرن معاك النهارده تسكت خالص. تعال انزل يلا. اتفضل. واحده واحده يا حبيبي. ها؟ واحده واحده. طيب فاذا طيب الدايت اي دايت بنتكلم عليه، الستات ليها نوع دايت والرجاله ليها نوع دايت، مش كده؟ يعني بص هي مش بتتحدد كده قوي. بس احتياجات الرجال مختلفه عن السيدات. يعني في المتوسط مثلا يا شريف، الراجل عشان يبدا يخس بيحتاج 2000 سعر حراري. في المتوسط يعني، طبعا مش نسبه ثابته لكل الناس زي ما قلت. السيدات بيحتاجوا مثلا من 1300 ل 1500 سعر حراري. اوكي. لان معدلات الايض مختلفه، المجهود مختلف، طبيعه الجسم مختلفه. بلاش الايض دي. الحرق معلش. هتلعب ايه النهارده؟ النهارده هنلعب تمارين للكتف. يلا. والدراع بشكل عام بقى، البايسبس والترايسبس. كتف والدراع يعني المنطقه. منطقه الكتف والدراع. اوكي. طيب احنا هنا دايما بنجيب الازايز الميه المعدنيه الصغيره مليانه ميه عشان اسهل ما تجيبوا دامبلز. اللي عايز الوزن يتقل يحط رمله مثلا في الازايز بدل الميه. فالازازه هتبقى في المرحله الاولانيه العبوا بالميه، المرحله الثانيه العبوا بالنار. بعد كده يحطوا فيها اسمنت بقى. طيب يا استاذ عبد الرحمن انت فين؟ تعالى تعالى. يلا اتفضل يا كابتن. يلا هنحط لكم مزيكا حلوه بس تاخدوا البوز بتاعكم وسلامه ايديك يا عبد الرحمن. وقعت ولا ايه؟ يلا اقف كده. اتفضل. ومزيكا.
But I'm off right now. I don't usually do this unless I'm drunk or I'm high. But I'm off right now and I need you in my life. I don't usually do this unless I'm drunk. عشان عايز استشيرك هاكي ازازة ابني. ازازة ابودي بعد اذنك. عشان ايه انا ابتديت ايه اعمل اي واحدة اي واحدة بس يا عم. اوكي شكرا. اطلع تاني فوق ولا؟ اه اطلع فوق. اتفضل. روح انت. اتفضل. يود بنصور. طيب بص بقى عندي استشارة. خليك تحت مش ضروري تطلع عبد الرحمن. عندي استشارة عشان أنا ابتديت الدكتور سمح لي شوية. تعمل شوية رياضة. أوكي. فعايز أقول لك أنا بعمل إيه. أوكي. خلاص. طيب. دلوقتي أنا مسموح لي ألعب دراعات. حلو جدا. عشان ما فيهاش مجهود كبير. أوكي. خلاص. فأنا. يا جواري معلش أنا هنقل الكرسي. دلوقتي ببقى قاعد بعمل. انا زمان كنت بلعب كويس ففاكر بجيب التمرين برافو عليك. كوعي هنا برافو عليك ودي برافو عليك صح ده اسمه كونسنتريت كيرل المين اسمه كونسنتريت كيرل كيرل اوكي في التمرين ده ده حلو جدا برافو عليك في تمرين تاني بقعد وعندي كنبه كده بحط ايديا عليها كده وتلعب ورا اللي هي زي الشاكوش برافو عليك ده هو برافو عليك صح برافو عليك طيب وبعدين في اللي هو ده اوكي خلاص اوفر هيد ترايسبس وكده هو ده للترايسبس للتراي خلاص ده لسه لعبه دلوقتي ده ماشي طيب وفي اللي هو أيوة. ده للكتف ده اللي لسه لعبه للكتف برضه انت في حاجه انت عملتها دلوقتي لفيت وكده ده دي تمرين اسمه ارنولد بريس ايه بقى هو برضه ده للكتف الامامي عشان يلف الكتف ثلاث رؤوس ازاي يعملوا كده بص كده لا يعني ايوه كده ايوه بصل جوه وبعدين اطلعها فوق تبقى لص ايوه بس مش على فوق على فوق ايوه كده برافو عليك كده طيب برافو عليك لو انا برضو عشان الناس في البيت ما عندناش اللي هو عايزين نعمل كرسي تمارين للصدر للصدر خلاص اوكي في اللي هي ممكن نحط على حاجه مايله كده خلاص يعني وكده ده تمرين ده اسمه ولا ده اي كلام اللي انا بقوله لا لا ده حقيقي ده تمرين حقيقي تفتيح اسمه تفتيح طب في تاني اللي هي التجميع اللي هو بتدفع كده كده اهو ايوه وابقى مراجع راسي كده بالظبط وكوعك وكده وكوعك لغايه قدام شويه ايوه تنزل لحد كوعك قدام شويه ايوه كده اهو ايوه كده كده اهو ايوه بس فوق بقى فوق ايه ايوه فوق مش ايوه كده كده اهو برافو عليك ايوه برافو عليك كده كل ده ممكن نعمله من غير ما نروح الجيم كل ده في البيت بحاجات بادوات بسيطه جدا بسيطه السرير بقى كنبه ميه انا بقعد اخترع برافو عليك يا شريف بقعد اخترع وتخترع ليه وانا رحت فين لا ما انا بقعد اتفرج على فيديوهاتك ما انا مشترك في عندك على اليوتيوب القناه بتاعتك على اليوتيوب وبخش عندك على الانستجرام وبخش عندك انا بتعمل لك لايك في كل حته يا خرابي يا خرابي وهو مش عامل لي فولو اصلا لا بقى هتوقع انا بقى في بعض قدام الناس شرفتني نورتني حبيبي يا شيخ ميرسي كابتن مؤمن ماهر على وجوده معانا النهارده وميرسي كابتن عبد الرحمن النهارده عملنا معاه شويه تمارين بشكرهم شكرا ليك مره ثانيه وقول لي والدتك كل سنه وهي طيبه ومناسبه عيد الام قولها بنفسك بقى عشان كل سنه وحضرتك طيبه يا ام مؤمن بمناسبه عيد الام وربنا يخلي لك ولادك دايما انت بتبقى احسن ست لطيفه جدا مامته زي العسل بجد ربنا يخليها لك وبشكرها على التربيه الحسنه اللي هي ربتها لاولادها طيب النهارده كانت حلقه يوم الاحد نكون معاكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده شكرا ليكم باي باي